هنتكلم عن حاجات كتير جدا، عندنا مباريات كتيرة جدا الفترة الجاية وضغطة مباريات، ولكن الأهم وحلم جماهير نادي الزمالك الكونفدرالية، طبيعي. بدايتها مع مباراة أبو سليم الليبي. في الأول عايزك تعرفني مين هو فريق أبو سليم الليبي، بعد كده نبدأ بقى نتكلم فني إن إحنا إزاي شايفين المباراة. هو مبدئيا الناس مستغربه من الفريق، اول حاجه من اسمه ابو سليم الليبي، فريق يعني اسم مش معتاد، لكن هو بيقع في حي ابو سليم، احد اكبر احياء العاصمه الليبيه طرابلس. فهو اصلا نادي عاصمي اتاسس عام 76، يعني بعد اكتر من نص قرن من تاسيس نادي الزمالك. الفروق التاريخيه كبيره جدا ما بين الناديين، لكن في نفس الوقت فريق ابو سليم اول مره يلعب دوري ممتاز في ليبيا كان موسم 2018 2019، اللي هو للمفارقه الموسم اللي الزمالك اتوج فيه بالكونفدراليه، ودلوقتي هو بيقابل الفريق في الكونفدراليه. فلما كان هو لسه بيخطو اول خطواته مع الدوري الممتاز في ليبيا، كان الزمالك واخد كونفدراليه، بيتوج بالكونفدراليه. فالفروق ما بين الناديين كبيره جدا، لكن في نفس الوقت النادي ده نادي يحترم. ليه؟ كنت لسه اقول لك دي هتفرق، يعني تاريخيا الفقرات التاريخيه دي هتفرق بقى في ارض الملعب. بتفرق طبعا في ارض الملعب، مفيش شك بتفرق في ارض الملعب، لكن لو اتخذت المباراه بجديه من قبل لعيبه الزمالك، وهنيجي لده دلوقتي. لكن عايز الاول اتكلم على ابو سليم الليبي. هو فريق ان انت توصل اول مره تلعب دوري في 2018، في 2023 تكون بتلعب في الكونفدراليه، فده انجاز كبير جدا، ويدل ان الفريق ده عنده شخصيه وفريق قادم بقوه. فاي استهانه باي شكل من الاشكال بالفريق ده ممكن تكلف الزمالك كتير، خاصة ان دي المباراة اللي افتتاحية في دور المجموعات، وكل الزملكاوية عارفين ان قد ايه المباراة دي مهمة، ولما الزمالك بيتعثر في اول مباراة في دور المجموعات قد ايه بيواجه مشاكل. طبعا يعني احنا عندنا في دوري ابطال 2021 كانت اول مباراة اتعادلنا مع المولودية 0-0 في القاهرة، وكانت اول مباراة في دور المجموعات انتهى الامر بخروج الزمالك من دور المجموعات. نفس الكلام في 2022، اول مباراه كل الناس فاكراها بتاعت بيترو اتلتيكو، لما تعادلنا 2-2، وكانت مباراه يعني فيها فرص كتير جدا ضايعه ما تتنسيش، وفي النهايه برضو نفس الموضوع انتهى ان الزمالك خرج من دور المجموعات بعد التعثر ده. وفي 2023 نفس الموضوع، الزمالك المره دي خسر من شباب بورسعيد 1-0 في المباراه الافتتاحيه في دور المجموعات برضو، وانتهت انتهى الامر لان الزمالك خرج وودع دور المجموعات. فما فيش اي سبيل للاستهانه المره دي باول مباراه. ما تبصش لاسم الفريق، اكتر حاجه تبص لها ان دي اول مباراه، هتسهل على نفسك الامور لو كسبت، وهتصعب على نفسك الامور جدا جدا لو اتعثرت لا قدر الله. فمهم جدا ان اللعيبه تاخد الامر بجديه، ولسه في الذاكره مباراه ارتا سولار، يعني قد ايه الفروق ما بينه وبين الزمالك كبيره، وتعبنا جدا وصعدنا بالعافيه في مباراه الاياب بعد ما عملنا ريمونتادا رائعه. طبعا احنا مش ناسيين ان الزمالك عنده مشاكل وعنده نواقص وكان عنده عدم استقرار، لكن دلوقتي الامور احسن. بالظبط، دلوقتي الامور احسن حتى من الدوري اللي احنا خدناه بتاع السنه الموسم اللي قبل اللي فات. اعتقد وضعك دلوقتي يعني كاستقرار وهدوء افضل مليون مره. انت دلوقتي صحيح. في حته تانية من ناحيه الاستقرار والهدوء، اقصد ان ما فيش بقى مبررات تاني تخليك تخرج عن السياق، او انك ما تلتزمش، او انك ما تبقاش مركز جوه الملعب، او انك تاخد المباراه بجديه زي ما قلت. بالظبط بالظبط. وبرضو في ذاكره جمهور الزمالك وقعت ولايه ديتشه، برضو فريق صغير خرجنا قدامه في الكونفدراليه. فالتفاصيل دي كلها تقول لك ان انت ما تستهنش من المباراه دي، وانت دلوقتي عندك استقرار وعندك مجلس اداره بيوفر على قدر الامكان اللي الفريق محتاجه. فانت عليك ان انت تركز في الملعب وتركز في المباراه وتاخدها بجديه علشان تحسمها مبكرا. خاصه ان يعني الزمالك داخل البطوله وهو عينه على التتويج، مش اي حاجه تانية. طبعا. يعني انت مش بس عينك على الصعود، انت عينك على الوصول النهائي وتتويج بالبطوله، واي حاجه اقل من كده الجمهور ما يقبلش بيها. طبعا، لان انت الموسم اللي فات ما قدرتش تحقق بطولات، فانت المفروض بقى الموسم ده ترضي جماهيرك. يعني انا استحملتك موسم، فانت الموسم اللي بعديه حتى لو انت شايف انك في الفتره دي واقفه قيد وفي مشاكل مرينا بده قبل كده وقدرنا نتوج ببطولات، فانت صحيح. مطلوب منك الموسم ده انك تحقق بطولات، ومطلوب منك في اللحظه دي انك تستغل الصحوه اللي حصلت قدام بيراميدز، وبعد تعيين مدير فني جديد، وبعد انتخاب مجلس اداره جديد، كل دي تفاصيل انت المفروض تشحنك معنويا علشان تدخل على البطوله دي وانت عينك على التتويج باللقب، عشان تستعيد مره اخرى التتويج بالالقاب القاريه ويرجع نادي الزمالك بقى التاني سابق عهده.